هل يجوز للزوج أن يهدي هدية لزوجته في عيد المرأة؟ وعلاش؟ هدي لها ماشي غير في عيد أنا عارفك ماشي حتى يجي عيد المرأة وترسخ لها هادشي تبقى تستناك وتولي الآخر، لا هدي لها في كل شيء العام فوقاش ما دي لها الهدية إن شاء الله تعالى. بغيت حتى تولي بحال الآخرين غير من العيد للعيد غير من 8 مارس 8 مارس، أنت المرأة ديالك راها هي كل شيء في الحياة نتاعك، شكون أنت بلا مرأة؟ تخيل مين المرأة تمرض لك أنت يا وهي في الدار، كل شيء يتلف، ما تعرف تدخل الكوزينة، تدور على اللاتاي ما تصيبوش، تمشي تدور على السكر دير الملح، المرأة مين تمشي لك راه إوا حتى لتما عاد عطا لها الهدية من اليوم إلا بغيت، من يوم عطيتها الهدية 8 مارس 8 مارس، حنا ماشي ديال 8 مارس حنا، حنا عندنا المرأة هي كل شيء، قلت لكم قبيلات خيركم خيركم لأهله.